السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب كيف الحال؟ طيبين؟ حياكم الله في مقطع جديد. هذا المقطع إن شاء الله بس راح نشرح في شيء معين، أوكي، عن موضوع إذا أنت حاب مثلا، أوكي، تخلي لعبة شغالة بدون ما يطردك من داخل السيرفر. حلو حلو. على سبيل المثال، إذا أنت الحين مثلا تريد مثلا البضاعة تكمل عندك، ما تريد تلعب، فقط تريد البضاعة تكمل عندك بدون ما تلعب، فقط تجي توقف على طاولة التاجر. حلو. بعد ما توقف على طاولة التاجر تترك الجهاز وتروح وين ما تروح، حتى لو ترجع على وش، على الصفحة الرئيسية للبلاي ستيشن. اوكي، كذا كريبس راح يكون شغال. يعني انا خليت كريبس شغال لحد ما وصل على الوش ريسبلاي. الحين عندي موجود ريسبلاي، تحط لاعب، اوكي، هو فاتح على طاولة التاجر، راح يشتغل التاجر على راحته، راح يشتغل على راحته، وما راح ينقطع عندك اللي اسمه هذا، ما راح يعني ما راح يطردك من السيرفر، راح تكون في السيرفر. فتعرف ان التاجر تقريبا يحتاج 4 ساعات لحد ما يكمل مهمة يعني تصنيع البضاعة. فطبعا على حسب هذه الساعات، تقريبا على كل نص ساعة، على كل نص ساعة تقريبا يمكن يكون في ريسبلاي. فانت بس تعاود الجهاز او تعاود اللعبة تجي تشوف في ريسبلاي ولا لا. طبعا تقدر تشتري ب$20 او انك تبدا مهمه انك تجمع ريسبلاي. فقط الفكره هنا، اذا انت حاب انك تخلي التاجر يشتغل بدون ما يطردك من السيرفر، تروح على طاوله التاجر وتكون واقف على طاوله التاجر وتتاكد انه السبلاير عندك فل، اوكي. وكذلك لما يوصل عند يعني على كل يمكن كذا ربع ساعة أو دقيقة أو نص ساعة، تيجي تشيك إذا كان يحتاج تجيب سبلاي ولا لا. يعني هذا السبلاي الحين يريد السبلاي، أوكي. وكذلك عندك البضاعة موجودة نص. فالحين أنا راح أشغل السبلاي. بعد ما شغل السبلاي أرجع مرة ثانية وأحطه على التاجر، أوكي، كذا فاتح شاشة على التاجر وأروح بدون ما ألعب، فالتاجر يكون شغال. فهذه فقط كمعلومة للي يريد انه البضاعة تبع التاجر تكون شغالة بدون ما هو يلعب. انه تعرف التاجر تقريبا يحتاج 4 ساعات لحد ما يكمل البضاعة كامل. طبعا هذه هي. شكرا لكم على حسن المتابعة. كان معكم حميد فوكس من قناة أوبي جيمرز. لا تنسونا من اللايك والاشتراك ايضا في القناة ونشر المقطع. حياكم الله.